السلام عليكم اخوتي الاعزاز، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير في اتم الصحه والعافيه. لا نتوما لا الناس نزاد عليكم. كنتمنى من المهمات ديالي خوتي وخواتاتي لايكات ثم لايكات ثم لايكات، ودبروا لي التعليق والبارطاج الى جات على خاطركم. الله يكبر بكم اخوتي الاعزاز. في هذا الفيديو غنتكلموا على يوكيكي كياو كيو هاو يوكيكي المساعده ديال سعاد، وغادي نتكلموا اخوتي على رجل سريعه على رجال السريعه، وغنتكلموا على الكواليس فين كانت غابره السريعه اللي عاد خارجه اليوم دايره واحد الروتين قال لك كتعاند معنا لاله سعاد. غنبداو يوكيكي يوكيكي ها. شوفوا سعاد غاده مزيان في الروتينات ديالها بدون منازع، واخا نتوما كتقلدوها وكتعاندوها الصراحه المحتوى ديال سعاد راه خطيره. تفرج في الفيديو ديالها ديال المساعده وديك الشينويه اللي كانت مع سعاد يوكيكي. تحيه لك يوكيكي يوكيكي يا حتى ولا دابا كلشي جاب المساعدات، بقيت انا ما جبتش مساعده اخوتي، انا غادي نمشي مساعده من الهند شي هنديه الله الا واش نتي كثيره غادي نمشي مساعد قال لك هذيك. الروتينات ديال سعاد غدا مزيان صراحه، عجبوني بحال هكا الطاقه الايجابيه، هذا هو المحتوى اللي بغينا. واخا شنيتيكا كتعاند معاها شنيتيكا ما كيطلعش لك هذاك المحتوى، عسيري تكمشي شنيتيكا، خاصك تكوني نقيه وخاصك تكوني عفويه كما عفويه كما سعاد، ماشي تبقاي تصنعوا في الفيديوهات منه والعفن ديالكم وديك الدجاجه مطيبه شنيتيكا الله يطيب لك الجناب قول امين. وما قتلتني غير السريعه، شوفوا السريعه شي السريعه شنقول لك السريعه، اي حاجه كطلبها كيحققها لك الله سبحان الله. دعيتي فينا ديك مره الله يعطيكم الموت طرات لكم كسيده، عاودتي دعيتي فينا قلتي لنا الله يعطيكم مصيبه عاود رجليك المرض جاك، دعيتي بالناس بالسرطان وحنا ما بغيناش لك المرضى ودي السريعه، وها هو ربي سلطوا عليك ها رجلك اليوم كلها اش ديك الرجل معفنه، سيري نقي رجليك سيري نقي رجليك وسيري عند الطبيب دابا يركب لك شي ميكروب ولا شي مرض. والسيده رجلها كلها الله يستر من النار، لا ما كنتشفاش الله يستر الله يستر الله يستر اخوتي الله يستر الله يحد الباس. ولكن الدعاوي اللي دعيتي فينا والله الا قال ديك المره عاوتاني على الاستاذ الروقاني اللي عقلته التباوريد ومصاب، كنت انا بكريشه دمدومه كنت انا نوري من التباوريد. ها انت وليت ها وليت كتباورد عليك انت، ما حدك تطلبي شي حاجه لينا ربي كيعطيها لك. طلبتي المرض انت مرضتي، طرات لكم الكارثه مورا كارثه، ومصوره ديك رجلو مزومي عليها وقاسني كيخلعوا في ديك البنت المسكينه كيخلعوا فيها كتبكي ديك زنوبه لا حول ولا قوه الا بالله. وغطيري غطيري باش تعاندي مع سعاد، غطيري باش ديري الروتينات وديري عويد فوق عويد فوق عويد وتوصلي لسيدي بوعويد وما توصليش لسعاد. سعاد كدير داك الشيء عفوي زوين وسبونطاني والخدمه ديالها، وتبارك الله على سعاد صراحه. يلا شفت الفيديوهات ديالها ديال النقش راه فنانه والله اخوتي، لا فنانه الناموسه ناموسه الهبيله اللي هضرت مع سعاد قبيله عاوتاني هضرت مع سعاد قبيله وعاودنا شرحنا بزاف ديال الحوايج داكشي ديال اللي وقع البارح وداكشي عاوتاني. وقلت لها شكرتك قلت لها شوفي سيري كملي في الروتينات ديالك، هذا المحتوى اللي غدا فيه راك زوين الصراحه، وعجبني حتى الطريقه ديال النقش ديالها. واي وحده جات الفاس ولا شتنا ديال الجاليه جات الفاس عيطوا لسعاد تناقش لكم راها كتناقش زوين. بعد عمل البقا ما تدورش ليا عبيط تبقى هاد المجرمه هاد المعفونه راه كل وشوف سبحان الله صباع يديها مسوسن وضفع رجليها مسوسن ودابا القدم تسوس لي الله يستر وباقا ما باغاش تحش هذاك راه العفن ديال شنيتيكا شي ميكروب قالت لها اخرى شي ميكروب كليتيه الميكروب موكل لك شنيتيكا هذاك شنيتيكا راه كتوكل لك التوكي راه مش عويده راك تتفعل انه كتب السحاره كتب معني على السعاد قالت الله يغرق لكم الثقافه النقافات ديال السحاره علينا حنا سعاد سحاره وكنبغيوها لا لا فهمتي قال لك يا السافيه انت قبل ما فيه دابا انت كتعطي السحر والشعوذه وداك الشيء وشنيتيكا مولف هذاك الشيء كتعايروا به سعاد السحاره تقال لك وها سبحان الله داك العام ميكروب واكله داك الشيء اللي وقع لك في رجلك شي ميكروب كليتي وكل هذوك شنيتيكا والعفن اللي كدير بيديها الدجاج هكا وتورك على الدجاج هكا وديك الدجاجه تقول مغتصبه عطيبتوها ياك مغتصبتها شنيتيكا عطيبتو ديك الدجاجه قبيله في الميكا ودوك الريو يا ربي السلامه قالك الدجاجه مشرمله وديرها في الفريكو الدجاجه بيضاء الدجاجه بيضاء تقولو سالقه انا في الموجه بدنا حاط وكاع مهرسه مسكينه من فوق ديك الدجاجه طالبه الشراط عديتي على شنيتيكا لا سمح لك قالك كلهم اخوتينا دوك كيديرو الروتينات شنيتيكا تاهي دخلت الكوزينه سريعه الكوزينه سعاد الكوزينه الله يحضر السلامه باقي نهبطو الريدو واقيله نمشيو حالنا ولكن شوفوا انا راه خايف من هاد الروتينات ديالهم شي هاد الروتينات ديالهم هاد اللبده اللي ملبدنا راه ماشي نورمال سعاد ملبداها سريعه ملبداها الساعه الله يستر صافي شي قنبوله جايه في الطريق غدا غنتسناو الحكم راه كاين غدا ان شاء الله شي قنبوله خوتي جايه في الطريق هاد السكوت ديالهم ناموسه والبقه
شي حي سعاد رقات لي قولي واخا تقول لي الناموسه قالت لي عارفه كنضحك. قلت لكم شي حاجه وسبحان الله شوفوا ربي ملي كيبغي شي واحد تم مشاهده عند سعاد غدا مزيان والناس عجبهم الفيديوهات ديالها والتعاليق ديالها ومع يوكيكي يوكيكو ولا يوكيكي ولا سميتها هذاك مشي كلمه يوكيكو يوكي يوكي هي هذيك اخو مع الشينويه والاخرين حق رباك كيستغلوا في المساعده اللي جابوا شنيتيكا في العناوين السريعه في العناوين البنت في العناوين اخباركم راه قسما بالله هادشي راه تكون عليه متابعات راه التجار في البشر دابا راه مابقاش اجيب اي وحده من الزنقه وجيبها تخدم عندك دابا ولا داكشي بالوراق وكلشي والديكلاري وكلشي باش كتكون المسؤوليه تحيد المسؤوليه اللي عليك راه ماشي عاجب واحد من الزنقه ودخلو عندك وقول حق راني لا راه مساعد مشى داك العصر دابا ولا قليل التجار في البشر شحال من واحد كيجيب وحده كيستغلها شحال تيرتو لك غتصور بها ولا غتطلع بها محتوى راه صعيبه راه كيكون فيها اجراءات قانونيه عاد كتجيب شي واحد اخوتي هذا الناس اللي باغيين يجيبوا شي واحد ولا شي حاجه يوكيكي ولا يوكوكو ولا مامادو ديال الوراق كلشي اخوتي الوراق لان دابا ولات صعيبه دابا وصل مابقاش الثقه الصراحه شحال من وحده كيجيبوها كاين اللي كتسرق لي الذهب كتسرق لي الوراق ما داير معاها حتى شي ورقه فين غيجيبوها لك ما داير معاها لا ورقه لا والو ملي كتكون داير الاجراءات ديالك بعدا كتحمي راسك وكتحمي الطرف اخر اما دابا ديال سيرتو ملي كتكون كتصور كما قلت لكم راه بداو كيستغلوا فيها دابا العاقه من خوتي اللي كيعرف السينيغال يكتب لي هنا اللي كيعرف الكوت ديفوار يكتب لي في التعليق هنا بالكوت ديفوار خليها تفهم وقول لها راه شوفي قول لها راه كيستغلوك قول لها ردي بالك من شنيتي كرا الصحاره كتبوا لي في التعليق اخوتي كتبوا لها اللي داخل الكوزينه واحد الشعريه الصينيه سالقه شنيتي كقبيله في الخرطوم وصفراء وكتزوم الاخرى على ديك الرجل والله لا شوفوا حاط كويز الى تيقبيله اخوتي وكنلعب مع الطيطه تبان طلع ديال النوتيفيكاسيون ديال السريعه حتى كتبان لي الرجل في المينياتور قلت هذه مالك ماشي كسيده يك... ما تكون عضك عشني تيكا من تما شني تيكا راه كتعض من رجلي ما تكونش شني تيكا اللي عضك تزوم ديال ديك الرجل كلها مطالقه بحال هكاك وقال صافي اش هاد الحياه واش هاد العذاب ربي معذبك داكشي اللي بغيتي تسعاد وداكشي اللي تمنيتي تسعاد ها سعاد غدا مزيان ياك خسرات فلوسها مرضات تعذبات ولكن كنقولوا حنا النهايه بالخواتيمو الخاتمه النهايه بالخاتمه ولا ماشي يقول المهم النهايه بالخاتمه المهم هي النتيجه خسرات فلوسها هي غادا عايشه مزيان ها بنت فاطمه الزهراء معاها لحد الان راه معاها بكريش راه كاين الاجراءات القانونيه انت غتاخدي انت غتاخدي الحساب ديالك وديها السريعه غادا مزيان وانت غادا كتبهدلي شرفتي لانك سعاد عا كتلبس وكتقاد كتولى كل ورده تبارك الله تقولي عندي الله 20 عام سعاد تقولي ما ولداش ربعه وانت مجلفطه مجلده تجاعيد رجلي جميع الامراض ركباتك الله يسر الله يسر الله يحد الباس ما قلنا في هذا المكان اخوتي ما قلنا في هذا المكان حجاره يشدوها جميع الامراض المرضى هنايا ولدتي انت الزواج ما تزوجتي مقوده الاولاد ما ولدتي بحال الناس المرض ما مرضتي بحال الناس لو حمد هذه راه شوفوا هذه جنيه هذه ماشي انسانه عاديه راه بقره جنيه هذه ما تكون عامل من الجنه اخوتي ماشي من الانس على هاد التصرفات اللي كدير ولكن شوفي الله يتراك بها الخلعه ما كتبينيش في الروتينات اليوم كتبغي ديري منها وعلى فكره اللي كيوصل الهضره حقها فكرتوني كنسى القضيه اللي كيوصل الهضره والاسرار ديال سعاد جوهره مغربيه راه نقولها من فيديو ديالي وتحمل مسؤوليتي بنت عبلو بنت عبلو كتواصل هي وفاطمه الزهراء بزاف هي صديقه ديالها كتواصل معها بزاف بنت عبلو هي اللي كتوصل الاخبار بالسريعه والسريعه كتوصل للقنوات الجاسوسه راه هي بنت عبلو بنت عبلو صاحبه فاطمه الزهراء بزاف كتواصل معها بزاف وكتهضر معها بزاف هي اللي كتخرج الاسرار الا كانت شي اسرار كتخرج شي هضره راه هي اللي كتخرج لها انك مخسيه ديما عند السريعه تما عبلو دير نفسه جيب بنتك ما عرفتش انا مرت عبلو حتى هي مخاصمه معاها وكتخلي البنت مخشيه عندها نهار كامل هي مخشيه عندها تما وهي اللي كدير الاخبار راه هي اخوتي اللي كدير الاخبار ما كاينش اللي كدير الاخبار ديال سعاد قدها هي اللي كدير الاخبارات وتجيب الاخبارات هذيك هذيك الزعيره هذيك هي اللي كدير الاخبار ديال سعاد راه عاد فكرت دابا كتواصل مع فاطمه الزهراء وكيقول لك حقها جاسوس تحيه المشترك صديق المشترك راه هي ماشي مريم الناس اللي شاكين في مريم راه ماشي مريم انا ما كتواصلش مع الروبال لا هذيك هذيك اخوتي اللي كدير الاخبار وتجيب الاخبار ولكن ما عندك ما دير يا البقاق نهار 6 في الشهر قربت نهار 6 في الشهر قربت ما بقى والو ما بقى والو قلبي قلبي شوفي خطيت قلبي قالت لك سعاد والله لا تنازلت لك شي سعاد ما دويش معاك لا شوفي حنا معاك الا ما تنازلتيش الا تنازلتي ما تعرفيني ما نعرفك الناموسة قالت لي صافي كاينش تنازل قالت لي ما غناخذ حقي بالقانون خليهم يقولوا ما غنجاوبهم ما حتى شي حاجه ما غنجاوبكم والو نبحوا حتى تعياو
قولوا الصحاره، قولوا مرت حمو، قولوا الطربوش الاحمر، الطربوش الاخضر، الطربوش الصفر، قولوا كاع اللون اللي بغيتو. سعاد ما سوقاش لكم وما مجاوبكمش، تما تكرموا. فهمتوا الرساله؟ وصلت. تحياتي لكم المهمات ديالي، الى فيديو قادم ان شاء الله. كنحماق عليكم اخوتي العزاز.